اللي جات لنا ايه هي الفرق ما بين الشخصية النرجسية والشخصية السيكوباتية، او هما مشاركين لبعض في حاجات؟ في الواقع الشخص اللي هو السيكوباتي او المعادي للمجتمع ده بيبقى عنده مشكلة في احترام المواعيد، في احترام النظام، في احترام تقاليد المجتمع، دايما بيبقى عنده عنف، عدوان، في نفس الوقت ممكن يبقى عنده مشاكل قانونية كتير، مشاكل مع الفلوس، غالبا بيبقى من وهو صغير بيعاني من اضطراب المسلك، وغالبا بعد كده بيبقى عرضة للدخول في يعني اضطراب العقاقير المخدرة. لما نيجي نبص الشخص النرجسي بنلاقي ان هو دايما عايز الناس تمجد له وتعظمه، وهو حاسس ان هو منفرد عن بقية الاشخاص اللي حواليه، وبرضو بنلاقي ان هما في بعض السمات بيشتركوا فيها هما الاتنين، بيشتركوا دايما في ان هما في العدوانية، في الخداع، في استغلال والتلاعب بمشاعر الاخرين، في فقدان التعاطف مع الاخرين. اللي بنلاقيه في الشخص المعادي للمجتمع مش موجود في الشخص النرجسي، العدوانية والاندفاع والخداع، ولكن حتى موضوع الخداع ده عليه علامات استفهام، لان بنلاقي كتير من الشخصيات النرجسية عندهم مشكلة في حتة الخداع دي. اللي بنلاقيه في الشخص النرجسي ما بنلاقيهوش في الشخص السيكوباتي ان غالبا ما بيبقاش عنده اضطراب المسلك اللي بيبقى موجود منذ الصغر. تاني حاجة ان الجريمة عنده ما بتبقاش بنفس الشكل، ولا لا المنطق اللي بيحصل مع الشخصيات المعادية للمجتمع ممكن تتم بشكل مختلف او بطريقة مختلفة تأثر بشكل اكتر على العلاقات في حياته وعلى الامور المادية اكتر. كذلك بنلاقي ان حتة الاعجاب او اشادة الناس بيه دي بتبقى اكتر في الشخص النرجسي عن الشخص السايكوباتي. المشكلة الأكبر إن غالبا هذه الشخصيات أما بتيجي للعلاج بتيجي غالبا بوجود مشاكل نفسية أخرى، ومن أكبر هذه المشاكل موضوع تعاطي المخدرات، وغالبا مثلا في اضطراب الشخصية النرجسية بيبقى تعاطي المخدرات من الحاجات اللي بيبقى من السهل تحديدها وعلاجها، ولكن ممكن إن يبقى الشخصية ذات نفسها ما تمش التعرف عليها. خلينا نقول ان اضطراب الشخصية دي من الحاجات المزمنة اللي هي بتبقى نمط كبير في شخصية الواحد، بيبقى عايز شغل وعايز فترة كبيرة من العلاج والمداومة، ومش من الحاجات البسيطة اللي بتتغير، لكن يعني كل يوم في اساليب وطرق مختلفة للتعامل معهم. لو الفيديو عجبكم نتمنى ان انتوا تعملونا تعليقات وتسألونا وتدعمونا في القناة باشتراككم وإعجابكم. شكرا جزيلا لكم.